فندق مركز التجارة العالمي زي ما احنا شايفين كده، هو بدأ يعمل تجديد للسويتات، ودي عينة من السويتات اللي تم تجديدها. الفندق ليه إطلالة مباشرة على النيل، ومكانه بجوار فندق كونراد القاهرة. وبصراحة أنا برشح الفندق ده لأي عائلات، خصوصا اللي بيبقى جايين معاهم عدد أفراد كتير، مثلا 3 أو 4 أو 5 أو 6. السويت بيسع لحد 6 أفراد.